معرض الكتاب بجناح الهيئة العامة السورية للكتاب. في اليوم بيرافق المعرض بأيام المعرض تقريبا كلها حفلات توقيع كتاب من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب. اليوم في عنا كتابين للدكتور نبيل المهايني ترجمة، وفي عنا دكتور ياسر الأحزاب السياسية كمان كتاب تأليف. هدول الكتابين بكرة في عنا كتاب دكتور نزار بريك هنادي، بعده كمان الأربعاء في عنا كتابين بنفس المرافق للمعرض. ممكن يكون عنا كمان كتب أخرى مرافقة لأنشطة المعرض. المعلم الأول أرسطو بيقول: السياسة هي سقف المعبد العلمي، وهي أهم العلوم وأنبلها. اليوم نحن بحاجة إلى التركيز على موضوع الثقافة السياسية، على موضوع التنمية السياسية، والكتاب له دور أساسي في هذه العملية، في إرساء يعني تقاليد الثقافة السياسية الحديثة. ونحن يعني نتمنى على القراء وعلى جميع محبي الثقافة أن يهتموا أكثر في موضوع التنمية الثقافية والتنمية السياسية، ولمعرض الكتاب العربي دور أساسي في هذا الموضوع. كتاب مغامرات بينوكيو هو كتاب طبعا قديم جدا، من سنة 1000، من القرن الماضي، من القرن قبل الماضي. كاتبه كارلو كولودي، الكاتب إيطالي مشهور، وهو كتاب للكبار والصغار، يحكي عن مغامرات دمية اخترعها واحد نجار أو نجرها، كان عم ينجر خشبة، فطلعت له على غفلة دمية صارت إنسان مثل ولد. الولد هذا بيروح بمغامرات كثيرة عبر العالم، بيرتكب أخطاء كثيرة وذنوب كثيرة. أهم ذنب كان يرتكبه هو الكذب، يكذب، كان كل ما كذب. وهون اشتهرت الرواية إنه كل ما كان كذب كذبة يطول أنفه شوي، يطول لما يرجع يقول الحقيقة يرجع يقصر أنفه. ومن هون اشتهر هالشخصية، هي اشتهرت في العالم. فبيضل بيلتقي بعد، بيقوم بعملة مغامرات خلال حياته، إلى أن بالأخير بيتعلم من تجاربه. لما بيتعلم من تجاربه بيصير إنسان سوي، بيرجع بيصير إنسان يعني من لحم ودم. طبعا في عبر كبيرة بالكتاب، وكتاب شيق مثل ما قلت للكبار وللصغار.